الله يحفظك، هل من كلمة حول تساهل بعض الرجال في التحدث مع النساء في وسائل التواصل وغيرها؟ والله قبل 3 أيام كان عندي دورة في دبي عن فقه الأسرة، وكانت هذه الدورة عن فقه عوارض الزوجية، وعرض لنا أن أشرنا إلى هذا الذي ذكرتموه من قضية التساهل في الحديث بين الرجال والنساء، وقد يكون أوله بقصد حسن، ولكن الشيطان ينفخ فيه، وما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وهناك مفاسد كثيرة، والتواصل بين الرجال والنساء حتى طلاب العلم بتوسع فيه خطر عظيم، ولا سيما ما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية، وتأتي المرأة وتفتح لها قصة ويسمح لها طالب العلم أن تتحدث كما تشاء، ثم قد يشاركها كما يقال همها، ويتوسع في هذا الأمر، هذا يجر الشر له ولها، ويجر الشر الكثير. والواجب الاقتصار على ما لا بد منه في الحديث، والكف عن التوسع. كذلك من الشر العظيم الذي رأيته ما يتعلق بتواصل النساء فيما يتعلق بتفسير الرؤى وتفسير الأحلام مع الرجال، فإن هذا مجال خصب للوقوع في كثير من الفتن، لا سيما أن الذي يعبر الرؤى يدرك أن الرؤى تكشف أسرار من يراها، والذي يعبر الرؤى قد يطلع على أسرار من يخبره بالرؤية من حيث لا يشعر الرائي الذي رأى الرؤية بما تكشفه الرؤية من أسراره، وهذا أمر نعرفه حق المعرفة، فهذا قد يجعل المرأة لقمة سائغة للسقوط في يد بعض الذين يدعون تفسير الأحلام، لا سيما أنه ثبت عندنا ثبوتا يقينيا أن بعض الذين يتولون تعبير الرؤى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق مبالغ مدفوعة تدفع للرسالة الواحدة، ويزعمون أنهم شيوخ، أو يزعمون أنهم يرسلون الرؤى إلى الشيوخ، هم في الحقيقة أناس من العوام المتساهلين في أمور النساء، ويعني الذين ليس عندهم من التقى والعلم والدين ما يصلون به إلى هذه المرحلة. ولذلك أنا أرى أنه لا يجوز للمرأة أن تتواصل مباشرة مع الرجل فيما يتعلق بتفسير الرؤى، لأن هذه ليست من الضرورات وليست من الحاجات، ولو لم يعلمها الإنسان لما ضره شيء، ويترتب عليها من المفاسد ما الله به عليم. وإن احتاجت المرأة إلى شيء فإنها تتواصل مع امرأة، أو توصل ما تراه أو ما تريده حتى في الأسئلة إلى رجل من محارمها، ويتولى هو هذا الأمر. هذا بالنسبة لما يتعلق بالتواصل مع طلاب العلم الكبار، فما بالك بالتواصل بين طلاب العلم الصغار، ويقولون مجموعات، ويقولون يعني أنها يعني من باب التبادل المعلومات وتبادل الخير، هذا في الحقيقة فيه شر كثير، وهو اختلاط مقنع، ويعني وهو أشد أثرا على النفوس من الاختلاط الظاهر، لأن فيه خفاء، ولأنه كما يقال هناك يعني يبدأ بالعام ثم ينتقل إلى الخاص ويحصل ما يحصل. فأنا أوصي نفسي أولا وإخواني جميعا بأن نبتعد عن التواصل مع النساء الأجنبيات عنا قدر المستطاع، وإن كان هناك ضرورة فليقتصر على حد الذي لا بد منه، على الحد الواجب الذي لا بد منه. وأنا أتكلم
وأعلم الواقع. والله يا إخوة من الأسئلة التي تريدني الكثيرة أجد أن هذه الوسائل المعاصرة ووسائل التواصل المعاصرة خطر على عرض الرجال والنساء، وأن الشيطان يتصيد الصالحين في هذا الباب، فينبغي الحذر وتقوى الله والكف وأن لا يكون هناك هذا التواصل المباشر إلا عند الحاجة التي لا بد منها، ويكون ذلك بمقدار الحاجة وأن لا يتوسع في ذلك. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى ما يحب ويرضى.